يا مساء الفل عليكم، يوم جديد وحلقة جديدة من انبوكس على صدى البلد. يا رب تكونوا كده جميعا بخير، ويعني ويمكن للأسف خلاص كلها أيام قليلة جدا وينتهي الشهر الكريم شهر رمضان، ويا رب كده يعني ربنا يتقبل مننا جميعا صالح الأعمال ونكون قدرنا إن احنا نستغله أفضل استغلال. النهاردة إن شاء الله يكون معنا كده فقرات عند حسن ظنكم، بس قبل أي حاجة لازم أرحب بزميلتي الجميلة جدا نوران عطلة. ازيك يا نوران؟ عاملة إيه؟ عامل إيه؟ الأخبار؟ الحمد لله كله تمام؟ كل سنة وأنت طيب. وأنتي طيبة يا رب دايما كده وبخير، أنتي كل أحبابك يا رب. يعني خلاص بنودع الشهر الكريم وأحلى أيام في رمضان، زي ما كان شريف بيقول لكم كده، يمكن زي ما احنا عارفين الأيام الحلوة بتجري وبتعدي بسرعة وإحنا بنستنى رمضان من السنة للسنة، بس أحلى حاجة ان احنا يعني على قد ما نقدر نحاول لحد ما يخلص رمضان نستغل الشهر الفضيل ده في العبادة وفي ان احنا نتقرب لربنا اكتر ونعمل كل الخير، لان هو شهر الخير فعلا. زي ما احنا معودينكم كده النهاردة معانا فقرات ان شاء الله تعجبكم. الفقرة الاخيرة هينورنا فيها الداعية يوسف عادل، وهنكمل معاه كلامنا عن ازاي بقى نستغل اخر ايام في رمضان في ان احنا نعمل اعمال صالحة وان احنا نطلع من الشهر الكريم ده واحنا راضيين عن نفسنا وربنا كمان راضي عننا. حلو قوي، ان شاء الله كده نعرف معلومات مهمه مع طبعا الداعيه يوسف عادل زي ما نوران قالت. لكن خليني بقى دلوقتي اتكلم معاكم كده برضو في حاجه يعني كلنا كده بنحسها دايما، كلنا ممكن نكون في نهايه دايما شهر رمضان الكريم بنحس كده ان احنا هنفتقد رمضان، بس احنا بنفتقد دايما رمضان بتفاصيله. يمكن انا شخصيا كنت بحس ان دايما في رمضان في نظام في المواعيد، في يعني تحس ان هو ايه الناس كلها بتبتدي ميعاد شغل الساعه كذا بالاجماع. أيوة. تلاقي مثلا الساعه 9 الساعه 10 الساعه 4 الناس كلها مخلصه، تلاقي الشوارع بدات تفضى الساعه 5 لغايه الساعه مثلا 7 ونص بعد الفطار، بعد الفطار بساعه بتبتدي تحس ان الشوارع لسه فاضيه، فتحس ان الدنيا بتكون منظمة. طبعا بجانب طبعا احساس الزينة واحساس طبعا تجمعات الناس والتحضير للفطار ومزيكة رمضان اللي احنا تربينا عليها، يعني تقريبا تفاصيل الباتين يوم يكونوا فيهم تنوع كبير جدا، ما اقدرش اقدر احدد حاجة معينة. انت عارف انه فعلا زي ما انت قلت الشريف رمضان كله اجواء وكده، من اول ما بيبدأ لحد ما بينتهي كلها أجواء إحنا بنحبها وعزيزة على قلبنا قوي، مهما كان يعني الأيام بتتطور أو إحنا بيبقى فيه تكنولوجيا أو فيه يعني حاجات كتيرة تقاليع طالعة جديد، ولكن في حاجات عادات إحنا متعودين عليها مع أهالينا وتربينا عليها عمرنا ما بنقدر نغيرها أبدا، وبتبقى عادة حلوة لمة العيلة والعزومات وإنها تعزم عند قرايبي وقرايبي وإحنا نعزمهم، ويبقى فيه كمان تجمعات للأصحاب ينزلوا يفطروا مع بعض نتسحر مع بعض. الأجواء دي كلها بتبقى حلوة قوي، إن هي فرصة ان الناس تتجمع في الشهر الفضيل. تاني حاجة زي ما انت قلت يا شريف، الزينة اللي في شوارع رمضان اللي بتبقى طول النهار من بعد الفطار لحد بالليل منورة، المحلات العمارات البيوت الشوارع كل المولات كل حاجة هتلاقي زينة رمضان، هتلاقي أغاني رمضان، هتلاقي إن الشوارع هايصة، الناس قاعدة بتتفرج على مسلسل معين مثلا على القهوة، هتلاقي لو داخل كافيه هتلاقي مثلا مسلسل زي مسلسل جعفر العمدة اللي هو ترند، وإن مش مصر بس ده الوطن العربي كمان تقريبا متابعه، هتلاقي كل الناس متجمعة بعد الفطار أو وقت الفطار عشان تتفرج عليه. في حاجات برضو لما احنا هنكبر هنفتكرها مع أولادنا وهتبقى ذكريات، زي ما كان في ذكريات لينا مع أهالينا، زي مثلا فوازير نيلي وشريهان، زي البرامج، زي المسلسلات القديمة، كلها ذكريات حلوة بتطبع في ذهننا وبنقدرش ننساها أبدا. بالظبط والله نوران، يعني عندك حق، ويمكن أنا كمان عندي بقى ارتباط شوية، يعني نقدر نقول في رمضان الحديث شوية زي رمضان نايتس بقى، ما تقولش رمضان نايتس، عشان الموضوع ده حاجة دمية. لا والله ده أنا مش رمضان نايتس والله خالص، أنا هتكلم على أغاني حسين الجسمي. أنا قد إيه بكون بجد مستني كل رمضان عايز أعرف إيه الأغنية اللي هيقدمها لنا. كانت أغنية حلوة السنة دي على فكرة. أغنية حلوة جدا جدا جدا، وفعلا يعني اللي هو بتتكلم عن الرزق والسعي، فدي كانت فعلا حاجة حلوة جدا إن هي تكون موجهة، ويمكن فعلا السنة اللي فاتت رمضان في مصر حاجة تانية، دي كانت تحفة، أغنية مكسرة الدنيا، وأعتقد إن هي أغنية هتعيش لأجيال وأجيال زي الأغاني بتاعت رمضان بتاعت زمان. ما أنا شوية بقول لك رمضان الحديث شوية، عشان يعني دي طبعا من الأغاني الحديثة واللي هتستمر طبعا حدثتها لسنين طويلة لغاية تطور المزيكا، بس فعلا من ضمن الحاجات دي
بحس برمضان جدا، وبقيت مرتبط بالمزيكا دي وبالاغاني دي، وكمان عارفه اللي هو ايه، في تفاصيل بتحصل في حياتنا كده على مدار اليوم واحنا جوه رمضان، بتحس ان الاغاني دي بتنطبق عليها جدا وبتكون لمسه كل المواقف اللي احنا بنمر بيها. صح، وسر السعاده كمان. طبعا اغنيه برده جميله قوي. طبعا. وفي اغنيه انا مش فاكره اسمها، لو انت تفكرني، اتعملت في وقت الكورونا، وكان ليها علاقه بانه مهما كان ان احنا بعيد عن بعض بس احنا روحنا قريبه قوي من بعض. مش فاكره لو طالت المسافات. لو طالت المسافات. دي كمان كانت حلوه جدا، وانا شخصيا يعني بحب الفنان الجميل حسين الجسمي يعني، وكل اغانيه الحقيقه رائعه. حاجه كمان انا بحبها قوي وهفتقدها في رمضان، لمه العيله وقت الفطار. طبعا. لانه في الايام العاديه، مش العيله الكبيره يعني، البيت اللي هم اهل البيت، افراد البيت. بالظبط، افراد البيت، لانه في الايام العاديه بيبقى كل واحد بيتغدى في الميعاد اللي يناسبه، لانه عنده شغل، راجع متاخر، عنده مشوار، احنا بالذات طبعا. اكيد ما حدش ينفع يرتبط معانا بميعاد غدا ابدا. أيوة بالظبط كده. هم بيتغدوا في ميعاد واحنا خلاص ميعاد تاني خالص. احنا لما بنلاقي الوقت ده بالظبط. لكن مهما كان عندنا شغل، احنا برده بنحاول في رمضان كل الناس بتحرص على ان هي تفطر في البيت مع اهلها، ودي الحقيقه اكتر حاجه انا بحبها في البيت جدا، ان احنا بنتجمع وقت الفطار كلنا مع بعض مهما كان كل واحد عنده ايه، بس بنرجع نتجمع في البيت ونتفرج بقى على البرامج، على مسلسل معين احنا متابعينه. دي اكتر حاجه انا بحبها جدا، وبستنى رمضان من السنه للسنه عشان ده بالذات. بالظبط والله يا مروان، يعني عندك حق. بصي انا يعني برضو عايزه اتكلم شويه عن بقى ايه، يعني الصلاة والتجمعات في قدام الجوامع. السنة دي يعني الحمد لله ربنا بيقدر الواحد انه كل سنة يقدر يروح الجامعة لقد ما بيقدر، لكن السنة دي انا بجد شفت طفرة من عدد المصلين، السيدات قبل الرجالة. ما شاء الله. السيدات قبل الرجالة، يعني اللي هو يعني احنا عارفة اللي هو ايه، في حاجات كتير كانت اماكن كتير من غير ذكر اسامي المساجد او يعني، لا في كذا مسجد صليت فيه، لا فعلا يا جماعه كان تقريبا الكم العدد الموجود كان عدد مهول. طبعا يعني ممكن يكون في من ضمن الجامعه اللي صليت فيها ممكن يكون يفوق 10,000. فرحتني. مصلي ومصليه، لان فعلا بكلمك بجد كان الاعداد هي ما فيش اي اختلاف، ولا الرجاله اكتر ولا الستات اكتر، بس لا يعني انا اشوف العدد ده بجد من بنات صغيرين، من بنات متوسطي العمر، ستات كبار. فعلا انا بقيت ماشي جوه الجامع عارفه، وانا خارج انا بتفرج على المنظر ده منظر عارفه اللي هو ايه، يعني بيصحح طبعا، لا ده بيصحح كمان حاجات كتير قوي جوه دماغ البني ادم. انت عارف ليه انا قلت لك فرحتني؟ لانه يمكن الخيم الرمضانيه المنتشره واللي هي بيسموها رمضان نايتس، يمكن هي بقت من كتر ما بقت موجوده وبقت ترند كل رمضان، والناس بقت تستنى يشوفوا احلى خيمه موجوده فين ويروحوها، بقيت احس ان الحاجات دي بدات تلهينا عن صح. الشهر الكريم، ان احنا لازم نصلي ونتعبد ونصلي التراويح والتهجد، ويبقى في كده وقت مخصص للعباده في الشهر ده، لكن للاسف كم الدراما وكم الخيم الرمضانيه بدات تلهينا. ما علينا، خلينا ناخد نجوى على التليفون نعرف برضو ايه اكتر حاجه هتفتقدها في رمضان. اهلا بيك يا نجوى. ازيكم؟ عاملين ايه؟ ازيك، عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانتوا طيبين وبالف خير دايما. قول لنا بقى ايه الحاجات اللي هتفتقديها بعد ما رمضان يخلص؟ حاجات كتير، بس اكتر حاجه فكره تنظيم الوقت. رمضان كان منظم لنا حياتنا كلها، يعني كان في مواعيد محدده انت تسحر فيها، مواعيد محدده للصلاه، مواعيد محدده للعباده، مواعيد محدده للزيارات. فحقيقي هو كان جدول رباني كده، كان منظم لنا حياتنا كلها. ما اعتقدش احنا بعد رمضان هنقدر ان احنا نلتزم بجدول محدد في الفطار، بجدول محدد ان احنا نزور صحابنا وقرايبنا وحبايبنا، بجدول محدد حتى في الشغل. ده حقيقي. هفتقدها جدا جدا جدا. صح والله يا نجوى، انت يعني قلت كلام كمان اللي انا قلته في بدايه الحلقه، ان فعلا رمضان كل شيء بيكون فيه منظم، وبتكوني عارفه مواعيد شغلك ايه، هتروحي امتى، هتاكلي امتى، فده فعلا موجود بصوره كبيره. طب ايه تاني ممكن تكوني هتفتقديه مثلا؟ يعني مثلا هل تفتقدي مثلا تجمع الاسره؟ هل هتفتقدي مثلا المشاريب مثلا الرمضانيه اللي احنا ممكن بنستناها؟ ماي فيفرت. مع ان المشاريب دي دايما بتكون موجوده
طول السنه وممكن نعملها. مبيبقاش ليها طعم حلو، مبيبقاش ليها طعم غير ما بنحس بيها بالظبط. صح يا نجوى؟ صح جدا طبعا، هي بيبقى ليها مذاق خاص كده في رمضان فعلا. طب ايه اكتر مشروب بتحبيه؟ الصوبيا وتمر هندي بعد اذنك. بحب التمر الهندي جدا. بتحبي التمر؟ هو فعلا موجود على مدار السنه كلها. لا نجوى بقى انت جاي تغش مني بقى. هي بتحب التمر، انا سمعت صح. ايوه ايوه الصوبيا. الصوبيا صح؟ بتحطيهم على بعض زي ما الناس بتعمل؟ لا بس لا. انا اخويا بيحب كده، يعني انا اخويا بيحب ان هو يخلطهم على بعض. اه لا، وعلى فكره في اماكن بيبيعوها فعلا بيخلطوهم. في اختراعات. في اختراعات السنه دي. لا ده في حاجات كتير قوي، ده في عصير قصب على الصوبيا، وفي حاجه في حاجات لا كتير. ده قديم القصب على الصوبيا ده من وانا بيبي، بس الصوبيا على الفراوله على الكيوي، الصوبيا بيحطوه على كل حاجه دلوقتي. هي يعني علشان مكوناتها اللبن والحاجات دي، فيعني عارفه اللي هو خلطينها دلوقتي طالعه موضه. بس يعني يا جماعه نرحم بطننا شويه النبي يا جماعه، نرحم عشان الامعاء جوه. عايز اسال نجوى على العرقسوس، عشان انا شايفه ان الناس كلها ما بتحبش المشروب ده، انا الوحيده اللي بحبه في مصر. ده لو جه في بقي ما بالصدفه غصب عني بعمل يعني بعمل ليه يا جماعه؟ ده ما فيهوش سكر خالص. برافو عليكي، يعني فكره هو مشروب ده مفيد جدا. في حاجات كتير مفيده طعمها، يعني التمر الهندي فيه سكر هتندمي بعد ما تشربيه، الكركديه نفس الكلام، الصوبيا كل حاجه فيها سكر الا خلاص ده يعني؟ ما فيهوش سكر خلاص، يعني ماشيين الضغط. بنظام وبيرفع الضغط مش ناقصين. ليه طيب نرفع الضغط؟ ما هو لوحده، هو مرفوع لوحده 24 ساعه. ايه تاني يا نجوى؟ لا بجد برافو عليكي، انا بحييكي جدا ان انت بتقدري تتحملي المشروب القاسي جدا ده، لانه فعلا مفيد قوي. انا حاولت ان انا اتحمله كذا مره مش قادره، فنظام هيقطع بعضه على نوران. والله فعلا مفيد جدا. طب قولي لي ايه تاني في رمضان بتفتقديه او هتفتقديه؟ يعني سيبك من المشروبات او الاكل والعزايم، ايه بقى في دراما رمضان اللي هتفتقديها؟ مثلا مسلسلات معينه كنت متعوده تتابعيها، عامله نظام كده للبرامج والمسلسلات تتابعيها في رمضان؟ هو انا اكتر حاجه هفتقدها ان بيبقى عندي وقت اتفرج على مسلسلات او ان انا اقوم بعبادات وبرامج. بالمناسبه يعني انا في برامج قديمه كنت بتفرج عليها كانت ليها علاقه بالسيره النبويه، عشان انا كنت حابه اعرف اكثر عن حياه الرسول عليه الصلاه والسلام واتعمق فيها. وهو مثلا في برنامج بتفرج عليه مر عليه 18 سنه، البرنامج ده عالق جدا في ذهني، فكان عندي وقت اقعد اتفرج عليه ويبقى معايا ورقه وقلم اقعد اذاكر السيره النبويه. فانا هفتقد فكره ان انا مش هيبقى عندي وقت فاضي اقعد ان انا يعني اذاكر بمزاج او اسمع بمزاج، فدي حاجه فعلا حزينه جدا عليها. وبتمنى ان انا اقدر الاقي بعد كده وقت حتى لو نص ساعه اقعد فيها بنفس الحاله اللي انا فيها في رمضان. لا ان شاء الله تلاقي الوقت ده، لانه عارفه احنا المفروض نطلع من رمضان بحاجه مفيده جدا، انه زي ما احنا كنا بننظم وقتنا في رمضان او هو كده كده كان بيبقى الوقت متنظم واحنا بنمشي عليه، انت حاولي تنظمي وقتك ومواعيدك بعد رمضان زي النظام اللي كنت ماشيه فيه في رمضان. مش هينفع والله. يعني حاولي، يعني احنا انا والله بقعد فتره كده بعد رمضان بحاول اعمل كده، عارفه بقعد شويه يعني وبفشل، بس على الاقل بحاول. هي الفكره ان برضو يا نجوى خليكي معايا في الكلام ده، ان انت لو انت بتحطي نظام، احنا في رمضان بيبقى النظام على الكل، لكن انت بعد رمضان انت بتحاولي تطبقي النظام غيرك لوحدها او لوحدك، انت هتعمل كده لو لا طبعا، بس انت بيبقى عندك شغلك بقى ومواعيدك وحاجتك، فبتلاقي نفسك مش عارفه غصب عننا يعني للاسف. هي فكره حلوه الكواليتي تايم. شكرا يا نجوى. شكرا يا نجوى، زهقتي مننا ولا نجوى؟ بص هو انا بتكلم على الكواليتي تايم، لانه في رمضان مثلا بيبقى في وقت معين انت اكيد بتمسك المصحف بالليل وتقعد تقرا قران طبعا. تبعد عن اي مؤثرات تانية طبعا. حتى لو في خروجه ولا عزومه بتخلصها وترجع عشان تقرا الجزء بتاع مثلا اليوم. احنا بنخرج وبعدين نتجمع عند الجامع بقى، ده بقى الجديد. دي الموضه؟ لا دي مش موضه، لا إيه؟ يعني ممكن بنخرج بعد الفطار شويه وكان في العشره الاواخر كنا بنعمل كده. بتتجمعوا يا جماعه؟ احنا الساعه 12 عند الجامع، فاضل لنا ساعه بنقف شويه عند واقفين على يعني باللفظ كده ناصيه الجامع. ايوه لا انا ما اقصدش كده، انا اقصد اللي في البيت. لا في البيت يعني. انا بقول لك الجديد برضو، ما لازم انا الجديد كله عندي، انا بنقل لك الاخبار مش شايف. ما شاء الله يا شيخ. ماشي، اصل انا بصلي وبقرا قران في البيت يعني، ما بنزلش الجامع يعني الا يعني في مثلا صلاه العيد كده. لا جربي كده احيانا، كنت بصلي كده يوم من الايام اللي فاضله دي كده بالليل، شوفي وجربي كده روحي كمان يعني. طبعا كل الجوامع طبعا يعني تروح، بس برضو لما تروحي جامع كبير شويه حلو قوي. لا انا ليه بتبسط بالجوامع الكبيره اكتر؟ علشان العدد، مش عشان الجامع نفسه.
العدد، ان انت بيوقف في وسط العدد وسمع حتى كلمه امين او اول دعاء وترديد الناس، لا بيبقى يعني عارفه حته الخشوع بتزيد. بتحسي ان قد ايه الصوت ده الجهور الكبير ده فعلا بيكون بيدخلك اكتر في الحاله دي. فانا ممكن اكون ميال شويه للمساجد اللي بتتسع عدد مصلين كبيره جدا يعني. بصراحه طبعا، لانه يمكن لما كنت بصلي العيد بلاقي في جوامع مثلا بيبقى قدامها ساحه في الشارع كده زي جنينه كبيره، هم بصراحه زي جامع الصديق مثلا في شيراتون في مصر الجديده، ده جامع طبعًا يعتبر مشهور يعني. الجامع ده مثلا بيعمل شو حلو جدا بعد الصلاه، بيفرقع يعني، بينزل بلالين، بيطير بلالين في الجو، بتبقى حلوه جدا، بيوزع على الاطفال كمان هدايا وبلالين ولعب صغيره، لعب كده بسيطه قوي. واحنا بيقسموا بقى الرجاله في مكان طبعا والسيدات في مكان طبعًا، بس بيعملوا ساحه كبيره في الجنينه الناس كلها بتصلي فيها، وكان كمان التراويح كانت كده والتهجد كانت كده، ودي اوقات حلوه قوي، وده يعتبر برضو زي ما بقول لك اللي هو الكواليتي تايم، انت بتتجنب وبتتنازل عن كل حاجه بحقيقة، عشان تتعبد، عشان تقعد كده في حاله استجمام ومديتيشن. على فكره لان الصلاه دي تعتبر برضو مديتيشن طبعا مع النفس. فاحنا بقى لو استمرينا على النظام ده بعد رمضان يا سلام هيبقى حلو قوي. بس اللي يعمل كده بقى، اللي يعمل كده نورمين. انا نفسي والله العظيم، انا نفسي في حاجات كتير، بس مين نفسه في حاجات كتير بيعملها. بس لا، بس طبعا انت بتتكلمي برضو في الصح، حته النظام، وخصوصا كمان حته العزل بقى شويه عن حته السوشيال ميديا وعن التلفزيون بصوره كبيره وعن حاجات كتير جدا. لا دي حاجه فعلا بتحصل دايما، وانا من الناس اللي هو دايما لما يعني اعوز فهما فعلا اهرب يعني، ببعد عن كل ده مثلا، ممكن يعني فاهم اللي هو اخش الجامع، لا اروح، لازم اروح الجامع، فاهم قصدي؟ الواحد دايما بيصلي بس بيبقى في معظم الوقت في البيت، لكن لا يعني اكتشفت ان فعلا حته الفرض الصلاه في الجامع على الراجل دي ليها حاجات تانية كنت بتعرض لها. مثلا بكون مخنوق، بتعرض لضغوطات معينه، اما بخش الموضوع بخرج هو في حل داخلي انا ما اعرفش ايه هو، في حل داخلي او نسيت المشكله او ما اعرفش ايه، وبتتحل طبعا كل حاجه ربنا يعني طبعا ربنا كبير بيبعت لنا، بيبقى ليها حل برضو في الاول او في الاخر. ففعلا لا صح، الموضوع ده يعني يا جماعه هي كلها اجتهادات. احنا لا مش بندعي ان احنا افضل او الفضيله او اي حاجه، لكن احنا كلنا ممكن بنجتهد في حاجه زي دي، ان احنا نحاول نكون دايما في افضل حال، خصوصا بعلاقتنا بربنا. مظبوط. طيب معانا امنيه على التليفون. امنيه ازيك؟ ازيك اهلا وسهلا، عاملين ايه؟ طيبين؟ ايه امنيه؟ نايمه ولا ايه؟ لا احنا صاحيه، لا متلصمين يا امنيه، احنا متلصمين. انا بقول لك صحي كده يا امنيه، معانا انا اسالك اسئله صعبه. لا معاكوا تمام. قولي لي ايه الحاجات اللي تفتقديها بعد رمضان؟ هو يعني كفايه اصلا الشهر الكريم يعني الواحد ذات نفسه الواحد بيفتقده طول السنه يعني. صلاة التراويح، في لما طبعا العائلات بتتجمع مع بعض وكده، كلها عزومة عند حد طب يعني بتكون الاسر. طب خليني اخد منك الاجابه بطريقه ثانيه، خليني اخد الاجابه منك بطريقه ثانيه، ايه اكتر حاجه انت بتحبيها في رمضان؟ مش حاجه معينه، بس هو الجو نفسه يعني، مجرد ما اول ما الاغاني بتاعت رمضان نفسها تشتغل والزينه ونبدا تحضيرات بقى والفوانيس تتعلق وكل حاجه، كل ده يعني تقدر نقول الروح الرمضانيه اللي بتكون عايشين فيها في كل الجو التفاصيل. رمضان كله عامه الواحد بيوحشه يعني. طيب امنيه، انت بتشتغلي؟ انا دكتوره. مواعيدك في رمضان بتختلف عن الايام العاديه؟ يعني شويه، بس كنت بحاول على قد ما اقدر اظبطها يعني. يعني يمكن مثلا اكتر حاجه الناس بتحبها في رمضان، وكنت انا والشريف لسه بنتكلم عليها، انه المواعيد في رمضان بتبقى براحتها قوي يعني. مثلا الناس بتبدا تروح الشغل، بدل ما بيروحوا 9 يروحوا 10، بدل ما يخلصوا 5 بيخلصوا 3. المدارس الكليات كده بيبقى الناس تستنى شهر رمضان، لان الضغط الشغل بيبقى اقل بكتير، وعدد ساعات الشغل كمان بتبقى اقل. هل انت برضو شغلك بالنسبه لك بيبقى خفيف في رمضان؟
هو ساعة لما كنت في الدراسة كان الشغل يمكن مش زي الأيام العادية، كان بس كنا بننزل الكلية عادي، وكان أوقات بيبقى فيه امتحانات وكل حاجة، لكن كشغل وكمثلا في أوقات لما بنزلش الشغل بقى موجودة في البيت، لا طبعا أفضل يعني. مسؤولية حتى مش زي الأيام العادية، لا أنت فعلا زي ما أنت بتقولي في راحة في الوقت شوية، تحسي أصلا يومك أصلا بيبتدي من بعد الفطار، مش في الصبح أيوة. خالص وأنت صايمة، لا بالظبط الموضوع بيبتدي بعد الفطار، وبتلاقي كمان الوقت سبحان الله بيجري على طول، ثواني بعد الفطار بتلاقي على طول نفسك في السحور، فلا بالظبط. طب هل انت شايفه انك ممكن تحافظي على النظام الرمضاني ده بعد رمضان شويه، يكون عندك الحياه كده متقسمه بعدد مواعيد معين ولا لا؟ صعب بصراحة، لأن هي زي ما هي يعني زي ما هي بص يعني صعب إن أنا أعمله، هو كل الناس هتعمل كده يعني، أنت متعود ممكن تقعد من بعد الفجر تسهر شوية لحد الصبح، ده مش هينفع، مش هيبقى أوبشن بالنسبة لنا مثلا، عشان لأ ورانا شغل ورانا التزامات أكتر، الأريحية بتاعة الوقت اللي في العمل دي خلاص مش تبقى موجودة، لأ أنت هتبقى مسؤول من 7 ومن 8 الصبح في بصمة وفي حاجات، لأ حلو قوي. طيب انت كنت متابعه حاجه في رمضان لسه متابعاها لحد دلوقتي هتتضايقي قوي لما مثلا تخلص وكده؟ لا بصراحه ما كنتش يعني مش متابعه حاجه غير لما بدات ترندات كده تطلع، اللي هو ايه بلقط كده حاجات كده من المقاطع بس تطلع لي، لكن انا طبعا مسلسل او اتفقت حاجه لا عادي كده كده بيتعادوا تاني متابعه سوشيال ميديا اكتر يعني. يعني عادي لما تنزل يبقى في حاجات مثلا حاجات بتعمل ضجه وكده فبتنزل عليها ترندات فباخد بالي منها، لكن بس بعد برضه رمضان مش هتتابعي مثلا، او بيبقى عندك مثلا فضول تشوفي بقى الحاجات اللي ممكن تكون فاتتك او كده؟ لا عادي يعني ممكن في مثلا سمعت كام مسلسل كانوا لطاف ايه، فانا ممكن ارجع اتفرج عليهم يعني، لان ما بحبش الفواصل الاعلانيه والحاجات دي، الوقت ده ما بحبوش، اتفرج على حاجه كامله براحتي احسن. طب عايز اسالك بعد الفطار انت بتعملي ايه تحديدا يعني، ما دام انت مالكيش قوي في الدراما وفي المسلسلات بتعملي ايه بقى طقوسك بعد الفطار لحد السحور؟ هو بعد الفطار طبعا يعني انا يعني مش بنلم الدنيا وكده والدنيا تبقى تمام، بعدين بستنى العشاء واصلي، بنزل الجيم الصراحه يعني وقتي بضيعه في الجيم وكده، بنزل الجيم وبرجع ابدا اصلي صلاه التراويح بتاعتي ويومي بيبدا من كده بقى يعني، اشوف بقى البيت الفطار الدنيا دي. والله يا انت بتعملي الصح يعني، انت جبتي من الاخر، انت بتعملي الصح واللي المفروض فعلا احلى حاجه والله يتعمل. شكرا ليك يا امنيه، وكل سنه وانت كده طيبه يا رب. والله حلو. بصي يعني زي ما احنا كده عارفين دايما ان رمضان كل واحد وكل شخص ليه تفاصيل خاصه بيه، ويمكن عائلات وطقوس كتير جدا مختلفه، في دايما اللي هو بياخد شهر رمضان عباده، وفي اللي بياخده عباده وياخده ترفيه شويه، وفي اللي بياخده ترفيه بس يعني هي ايه عارفه يعني عارفه اللي هو ايه، الناس كده كلها بيبقى كل واحد ماشي في اتجاه كده مع نفسه، فتلاقي في تفاصيل كتير جدا عند كل البني ادمين. في بعض الناس كده انا بيعجبني فيهم ان هم بقى ياخدوا الحاجات سيزن، يعني مثلا رمضان بالنسبه لهم ده سيزن، هيتفسحوا ويخرجوا ويسهروا، بالنسبه لهم راس السنه سيزن، بالنسبه لهم الصيف كده. انا مش عارفه اوصل لك الفكره قوي بس اتمنى ان انت تكون فاهمني، يعني لعيب اللي عليك. هم بيستغلوا لعيب عليك. يعني رمضان يعني كل حاجه ان هم يخلوها مودرن قوي قوي بزياده، يعني زي ما كنت بتكلم عن الخيم ورمضان نايتس والاغاني بقى والبند والمغنيين اللي بيبقوا موجودين، ده حلو طبعا، بس ما تبقاش، انا مش حابه ان هي تبقى سمعه عامه في شهر رمضان والناس تستناها من السنه للسنه بالشكل الفج ده. يعني انا حابه ان احنا يعني نعيش ايام رمضان زي ما الكتاب بيقول، زي ما كنا بنعيشها زمان يعني. على فكره كمان يعني اضافه لكلامك، فعلا انت زي ما انت بتقولي كده، بس برضه عارفه هو ايه صوابعك العشره مش زي بعض، في فنانين بيعتزلوا العمل في خلال شهر رمضان، بيرفضوا الخيام، بيرفضوا كل حاجه، وبيبقى ليهم مبالغ ضخمه يعني بياخدوها، لا بيرفضوها علشان يقول لك شهر رمضان انا يا مسافر يا بعمل عمره يا اي حاجه، انا بعد رمضان ان شاء الله، فدي حاجه حلوه جدا. طيب يا جماعه كده خلصت فقرتنا الاولى بكلامنا عن يعني اكتر الاشياء اللي هنفتقدها طبعا بعد رمضان. كل سنه وانتم طيبين. خلونا بقى نطلع لفاصل ونستقبل الداعيه يوسف عادل ونعرف كده الكام يوم اللي باقيين
نقدر ازاي نستغلهم افضل استغلال في التجارة مع ربنا سبحانه وتعالى بعد الفاصل. زي ما انتم عارفين خلاص يعني كده انتهاء الشهر الكريم طبعا في خلال ايام، ويمكن الايام الاخيرة دي طبعا بيكون فيهم كده زي ما نقول ايه بقى يعني الكم كله ان احنا نقدر نستغله افضل استغلال، وخلاص هي كلها يعني يومين ثلاثة، فاحنا لازم نكون عارفين اليومين ثلاثة دول حتى ممكن نستغلهم ازاي، وكمان نقدر ان احنا نعوض اي حاجة في رمضان فاتتنا ان احنا ما عوضناهاش او ما استغلناهاش افضل استغلال. كل التفاصيل دي هنعرفها مع الداعية اللي منورنا دايما اخويا وحبيبي يوسف عادل. شريف ازيك يا يوسف؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله والله الحمد لله. منورنا دايما يا حبيبي، ده انا اللي بتشرف ان انا معاكم دايما، ويا رب دايما يجمعنا كده في الخير، وان احنا دايما نبقى في الايام الطيبة دي ونعتق جميعا ان شاء الله كل الناس اللي حاضرة دلوقتي من النار يا رب باذن الله. احنا خلاص بنتكلم في ليلتين واخر ليله وتريه التمسوها في الليالي الوتريه، فخلاص ليله 29 فخلاص يعني رمضان ايام معدات زي ما ربنا قال. لكن هنا الشخص اللي هيفرق بقى عن شخص وشخص، الشخص المتميز بقى، احنا عايزين نوصل لمرحله الامتياز، او تعالى نسميها بالمصطلح بتاع ديننا مرحله الاحسان. هل احنا هنيجي يعني امبارح الحمد لله كانت ليله 27 والحمد لله المساجد كلها كانت مليانه والناس كلها بتدعي والناس كلها بتبكي وناس بتقرا القران، حاجه كده خير رائع جدا، ويا رب انا دايما بدعي ان هي تبقى ليله 27 عشان الخير اللي بيكون في ليله 27، وعشان اكتر الناس اللي بتبقى مقبله. امبارح بجد منظر حلو قوي. أيوه. والمساجد مقفوله والناس المساجد مقفوله عدد الناس يعني بالظبط، والناس واقفه بره، حاجه تفرح. كنت بتكلم كده في بدايه الحلقه مع نوران، قلت لها امبارح انا شفت منظر يعني انا وقفت في مكاني، وقفت قلت لها اول حاجه لاقبال السيدات والبنات على الصلاه ان هم كانوا بيضاهوا عدد الرجاله. صحيح صحيح. والولاد الصغارين والاطفال يعني طبعا، يعني امبارح من الحاجات اللي لفت نظري في بعض، انا رحت كذا مسجد امبارح، الله اكبر، الولاد الصغيرين وكمان ايه ساعه السحور في مسجد لقيت الولاد الصغيرين هم اللي بيطلعوا بسرعه وبيبداوا يرصوا الاكل وحاجات زي كده، برغم ان يمكن في التراويح شفت منظر يعني اتمنى يا جماعه الله يبارك لكم ما يتكررش تاني، ان لما نلاقي ولد صغير واقف في الصف الاول او الصف الثاني ما ينفعش ان احنا نرجعه لورا، لانه تاني هنفضل نقول والله والله اللي احنا بنطردهم دول هم اللي بعد كده بنيجي نتحايل عليهم كل ما بيكبروا ونقول لهم ادخلوا المسجد. لكن خلينا نتكلم في الايجابي، ان المنظر كان حلو والشباب مقبل، وهو ده الفطره بتاعتنا الطيبه السليمه، ان احنا دايما بنبقى مقبلين على الله عز وجل. فيا رب تكون ليله القدر كانت امبارح علشان خاطر الجمع الكبير ده، وان ربنا يبقى رزقنا كده اكبر عدد من العتق من النار واستجابه الدعاء. لكن مرحلة الإحسان، هل إحنا النهاردة خلاص خلصنا امبارح فننام بقى ونرتاح؟ لا 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 خالص، إحنا لسه في ليلة 28، لسه في ليلة 29. فالنهاردة عارف أنت الشخص بقى اللي يتميز لربنا كده، إن الناس بدأت اللي يروح يجيب هدوم العيد واللي رايح يعمل كذا واللي رايح لا أنت لسه ساجد ولسه بتبكي ولسه بتدعي ربنا. صح. ولسه ماسك المصحف بتاعك، ودايما بقول للناس النهاردة فقرتنا مهمة قوي، عايز أجيب حاجات كتير قوي يا رب يقدرنا ونلحق، إن افتح ختمه في رمضان تكملها طول السنه. يعني النهارده انت ختمت امبارح او هتختم اخر يوم في رمضان، ابدا كده، ابدا حتى اقرا سوره الفاتحه بحيث انك تقول بسم الله ختمه جديده، وتبدا كل يوم كنا بنقرا جزء، ابدا اقرا كل يوم ربع بس في النهايه، يبقى احنا من رمضان لرمضان ان شاء الله السنه الجايه احنا معانا القران، مش يبقى رمضان بس. ما هجرناش كتاب ربنا من الاخر. كان في معرض ملابس معرض ملابس خيري بتاع هدوم في سنة من السنين، فالمعرض ده مثلا لمدة أسبوع، فبيبيعوا الحاجات بأسعار رمزية قوي، عارف الحاجات الخيرية دي بأسعار رمزية قوي، بحيث إيه إنك بترفع الحرج عن الناس إن كل الناس تدخل تشتري، وحاجات بسيطة قوي. المعرض ده جه في آخر يوم وخلاص وهيقفل يعني من الجمعة للجمعة مثلا، فجه يوم الجمعة الأخيرة خالص، إيه اللي حصل؟ الشباب قال لك طب خلاص إحنا هنقلل الأسعار قوي، بعد كده آخر ساعتين طب يلا خدوا الحاجة ببلاش، فالناس بدأت تاخد إيه وكل واحد ياخد الحاجة ببلاش، ولله المثل الأعلى. عارف اخر ساعة في رمضان واخر ايام في رمضان، ربنا لو اعتق 2-3-4 مليون ان شاء الله في اخر ليلة دي ضاعف اضعاف 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 اضعاف، لانك بتتعامل مع الكريم طبعا، ولله المثل الاعلى. ده لما بشر لما بيجوا بيعملوا مثلا حاجة زي المثال، انا المثال ده انا شفته بعيني، جم في اخر ساعة قال لك يلا كله ببلاش كله يدخل ياخد، فالناس كلها دخلت واتبسطت، واللي شال واللي مشي
اهو ربنا ولله المثل الاعلى في اخر ايام في رمضان اضعاف اضعاف اللي اعتقوا، ان شاء الله يعتقوا في اخر، ممكن في اخر ساعه يعني. دايما عشان كده بنصح الناس اقول ايه يا جماعه، الفجر الاخير بتاع رمضان والمغرب الاخير ده مهمين قوي، ان خلي ربنا يبقى مطلع عليك وانت قاعد بتدعي، وبالذات بقى قبل المغرب اللي هو اخر مغرب في رمضان خلاص، وبكره العيد، اقعد بقى وادع ربنا كتير قوي، لانه خلاص ده انت المغرب هيأذن الشياطين هتتفك، المغرب هيأذن هترجع الحياه تاني لطبيعتها، ومش مطلوب مننا ان احنا نفضل عايشين طول السنه زي ما كنا عايشين في رمضان، اللي يقول كده يبقى مش صح، لكن على الاقل احنا داخلين بعد رمضان الثوابت اللي هنقول عليها دلوقتي، ان كل واحد طلع بقرارات في حياته، كل واحد طلع بعباده هتتظبط، كل واحد طلع بحاجه هتتحسن، لكن ما نبقاش طالعين متخيلين ان احنا هنصلي ال 12 ركعه ولا كمان في اخر 10 ايام بيبقى في تهجد، مش هنقدر نعمل ده، لكن على الاقل بنحافظ على الفروض الخمسه، وبنحافظ على السنن المؤكده، بنحافظ على ذكر ربنا، بنحافظ على الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. في اخر دقيقه او اخر 10 دقائق او اخر ربع ساعه، هي الربع ساعه الذهبيه اللي ما ينفعش تتفوت تحت اي مسمى. ارموا كل حاجه ورا ظهركم، لانها قد تكون هي الساعه اللي ربنا يقبلنا فيها. محدش عارف ان نظره رضا ربنا ليك ممكن تبقى في اللقطه دي، ممكن يبقى خلاص الدقيقه دي هي سبب تحول حياتك كلها. فعارف اللي هو ايه، انت قاعد لاخر نفس ولله المثل الاعلى. عارف ماتشات الكوره دايما بتلاحظ ان الاول ما الحكم يحسب الوقت الاضافي، انا بسال نفسي السؤال ده، بتلاقي الفريق لعب اللي هو طب يا جماعه هو ما عملش كده ليه طول 90 دقيقه بالظبط؟ يعني ما ال 90 ده لو لعب الدقيقتين الوقت بدل ضايع زي ال 90 دقيقه ده ممكن يدخل 60 جول مثلا. انا عارف ده وقت الحسمه خلاص، الموضوع انتهى، هو ما بقاش في وقت، ده الوقت البدل الضايع اللي هو خلاص الحكم صفر، الموضوع انتهى ولله المثل الاعلى. انت عندك فرصه ذهبيه دلوقتي، عندك النهارده اخر ربع ساعه في المغرب اللي هو هيعلنوا بعديها، بس خلاص احنا لحد ما بنكون عارفين، فقبل المغرب بنبقى قاعدين احنا ما بنعملش اي حاجه غير بنقول له يا رب يا رب احنا على بابك لحد اخر ثانيه، يا رب احنا مش هنقوم الا لما الاذان يقول الله اكبر، ويبقى عندنا يقين، انا عندي حسن ظن عبدي بيه، انا عندي يقين يا رب انك هتغفر، وليله القدر بتاعتي ان شاء الله ممكن تكون دلوقتي، ايه المشكله ليله 29؟ ما ان شاء الله يا رب تبقى ليله 27، بس تعالى نجتهد كل ليله ان هي قد تكون ليله القدر، ونبدا ندعي ربنا كتير. فدي نقطه. النهارده لما الانسان بيروح يشتغل عند حد، فبيجي الشخص الطيب المسلم الجميل اللي عنده اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فيجي في اخر يوم في الشغل، الشخص خلاص قضى الشغلانه بتاعته، ايه اللي بيحصل؟ بيبدا يديله المكافاه بتاعته، بيديله الايه المقابل بتاعه، ولله المثل الاعلى. انت اخر يوم يوم 29، فربنا هيكافئك لانك تعبت طول الشهر ده، بعيد عن ليله القدر كمان. يعني خلي بالك مكافئات ربنا كتير قوي في رمضان، يعني خلاص خلصنا ليله القدر، طب مكافاه بقى انك تعبان طول الشهر، مكافاه انك صايم طول الشهر، مكافاه انك مسكت لسانك عن الكلام عن الناس، مكافاه انك مسكت نفسك في وقت انت قاعد صلاه التراويح من صلاه العشاء لحد ما تخلص التراويح، ورحت قعدت بعد كده للتهجد. ما هو ربنا بيكافئنا، ده ربنا جميل قوي وربنا بيحبنا قوي، فربنا بيكافئك انه اضعاف مما تتخيل، ربنا هيعطيك بلا حساب. فلما تيجي تقعد تفكر كده، لا يا جماعه ده احنا بنتكلم في ليلتين مهمين قوي. ليله 28 من النصايح اللي بقولها للناس، يعني احنا قلنا ليله 29 اقعد ادعي كتير وافضل على سجاده الصلاه وكلم ربنا، ليله 28 راجع حساباتك في حياتك ومعاملاتك. الاشخاص اللي تحس انا بحب اعمل قوي كده في رمضان، عارف انت ماشي في طريق ربنا، فطريق ربنا محتاج دراسه، طريق ربنا محتاج انك تبدا تشوف حياتك قبل كده وحياتك بعد كده. يعني اقول لك على حاجه يا شيف، انا ده احلى رمضان مر علي، برغم ان انا رمضان السنه اللي فاتت كنت في الحرم، يعني العشر ايام كنت مقضيهم في الكعبه صح، لكن عايز اقول لك انا احلى رمضان مر عليا في حياتي هو السنه دي. ليه؟ ما شاء الله. انا كل سنه بقعد ببدا اشوف رمضان ده انا استفدت منه بايه، طب اللي قبليه استفدت منه بايه، طب ايه المشكله اللي كانت كده، طب ابدا احلها. حسيت ان الحمد لله، وهي دي نقطه انك تقعد تراجع نفسك. وفي رمضان انا بحب رمضان ببدا بيه الحياه مش السنه الجديده. فلما تيجي النهارده تبدا تشوف انت ايه الاخطاء اللي انت كنت واقع فيها السنه اللي فاتت، فتبدا تصلحها، تشتغل عليها وتصلحها، وايه الحاجات اللي محتاج انك انت تزود عليها، فتبدا تشتغل عليها. فعباده فوق عباده فوق عباده بتتحول، طبعا هي عباده بتتحول لعاده ليك، فتلاقي نفسك قلبك ماشي معاها،
طيب خلق حسيت انك مش كويس فيه، حسيت ان انت كلامك بقى كتير شويه في فتره من الفترات، وانا كنت من الناس دي، ممكن فتره من الفترات بدا كلامك يبقى كتير، كلامك يبقى كتير ده، وممكن يبقى كلامك مش في حاجه غلط، بس هو اصلا الكلام الكتير مش صح. الكلام الكتير احيانا بيوصلنا ان احنا قلوبنا بتموت، الكلام الكتير دايما بيخلينا نحس ان احنا الكلام ما بقاش ليه قيمه، فعلشان كده ممكن وصلت لمرحله ايه ده انت بقيت بتتكلم كتير، لا انت محتاج انك انت تبدا تسكت شويه. صح، الكلام مش بفلوس. محتاج انك انت تربي نفسك شويه ان وقت ما تعوز تتكلم ما تتكلمش، ووقت ما تعوز ما تتكلمش اتكلم، جاهد نفسك. فانت النهارده اليوم ده الليله دي ليله مراجعه نفسك، ليله 28، اقعد راجع نفسك علشان خاطر بكره وانت بتسجد لربنا وبتدعي ربنا انت عارف قراراتك اللي انت عايزها. صح، مش طالعين رمضان احنا اصلا مش عارفين ايه القرارات اللي داخلينها. يعني مثلا ممكن واحد في حياته شخصيه مأثره عليه، في حياتنا كلنا ممكن تبقى ناس كده، لازم تقعد مع نفسك اسف لازم تقعد مع نفسك وتبدا تشوف الشخص اللي بيبدا يبقى عائق بينك وبين طريق ربنا، ما توقف العلاقه دي. شخص عامل لك ازمه، ما توقف العلاقه دي. شخصيه في حياتك دايما مخلياك انك انت قاعده تتكلمي عن الناس ما على طول توقف العلاقه دي. ده مفيش اكتر منهم للاسف يا يوسف الفتره دي، ان احنا بنشوف ناس كتير جدا فعلا ممكن تكون في حياتنا بيودونا لطريق احنا عمرنا ما كنا فيه، ولا تبع شخصياتنا ولا تبع تربيتنا. وكرم ربنا علينا طبعا وفضله يا جماعه برضو ان هو يخلينا ناخد بالنا قبل ما نقع في الفخ، او نقع في مشكله مع ناس، او نخش في نميمه، او نخش في اذى، وكل الحاجات اللي انت عارفها. هي دي، عايزين السنه الجايه تبقى سنه كلها احنا ماشيين بهدوء. شخصيه مأثره عليك في حياتك شيلها من حياتك، شخص مستني منه حاجه عمره ما هيديها لك. يعني عارف في حياتنا الشخصيه الانانيه، يعني انا مثلا من رمضان ده طالع كده بحاول ادرس شويه حاجات في حياتي، فبكتشف ان الشخصيه الانانيه دي بتبقى اصعب شخصيه في الدنيا. الشخصيه الانانيه دي مهما انت استنيت عمرك ما هتلاقي. طب انت ليه وجع دماغك ومستني؟ ليه مستني من واحد صاحبك هو اناني؟ يعني هو صاحبك وانت اخترته انه يكون صاحبك، بس هو اناني، عمره ما هيفضل سعادتك على راحته. ودي في حياتنا كتير. طيب حاولت تنصحه مره واثنين وثلاثه ما سمعش، انت ليه تفضل تبذل مجهود انك انت مضايق نفسك؟ فقاعد مستني منه رد فعل معين، قاعد مستني منه محنه انت فيها فان هو يقف جنبك او يحسسك ان هو جنبك. يا عم خلاص بقى انهي الموضوع ده، خلاص اعرف ان الشخص ده في حياتك هو حدوده كده. طب دي علاقتها بالعباده؟ ده افضل عباده، افضل عباده انك انت تراجع نفسك بتظبط حياتك عشان تقدر تكمل. ما هو لو فضل معاك في حياتك الشخص ده وانت كل شويه يحصل لك خذلان منه، ايه اللي هيحصل؟ هتقعد تكتئب طبعا، وانا حزين، ونبدا نعمل الاستوريات الحزينه، وان احنا مش قادرين، والدنيا بقت. يا عم ما تشيل الشخص من حياتك والموضوع انتهى، ما تشيل الشخصيه دي من حياتك والموضوع انتهى، وابدا اشتغل مع نفسك وابدا حياه جديده. الحياه مش بتقف على حد، ده حقيقي. ان الحياه تقف عليك انت لما وقت ما يبقى ربنا اذن ان الحياه هتقف عندك وانت انتهيت، خلاص الحياة وقفت. لكن طول ما انت فيك نفس اقعد اشتغل، وطول ما حصل خبطات ليك كمل الطريق، وطول ما حصل لك ابتلاءات ربنا بيقويك. فلما تبدأ تقعد في الليل 28 ايه ده انا حصل لي كذا، ده ربنا كان بيقويني، ايه ده الشخص ده بيأثر عليا بالسلب انا هسيبه، الشخصية دي بتأثر عليا بالسلب انا هسيبها، اقعد راجع نفسك وشوف حياتك عامله ازاي. ايه ده؟ ده انا كلامي بقى كتير هقلله. ايه ده؟ ده انا مقصر قوي في العباده وكنت باخر الصلاه قبل رمضان، لا انا هنتظم في العباده. ايه ده؟ ده انا بجيب سيره الناس، لا انا مش هجيب سيره حد. انا الانفاق عندي قليل قوي، لا انا هزود في الانفاق. اقعد ليله 28 بعد صلاه التراويح لحد صلاه التهجد، اقعد ليله مراجعه، راجع نفسك وشوف انت هتعمل ايه، عشان نبقى طالعين ان شاء الله ربنا يجمعنا مع بعض السنه الجايه يا رب باذن الله. يا جماعه يبقى كل واحد اختار واحد واثنين وثلاثه وطلع متغير يا شريف. لكن هنفضل طول ما بندخل رمضان، طول ما بنطلع من رمضان زي ما دخلناه، يا جماعه ما احنا قلنا مش كده. دي النقطه اللي انا كنت عايز اتكلم معاك فيها، ان هو انا شخص بقارن رمضان اللي فات برمضان ده. تمام، عندي بافعالي بتصرفاتي، قدرت اقرا قد ايه في المصحف، ختمته السنه دي انا ختمتوش، صليت قد ايه في الجامع، الله، عملت خير قد ايه، طب شاركت، طب ربنا كان مديني رزق معين قدرت اطلع اعمال خيريه ولا ما قدرتش، طب دعيت ربنا بايه، طب حلوة. وهكذا. فدايما انا عندي كل رمضان بحاول ان اكون فيه، برغم ان ممكن يكون كل رمضان بتبتدي الظروف والضغوطات توسع وتكبر، لكن برضو بحاول
ان انا اقارن برمضان اللي فات ان انا يكون في اجتهاد نفسي ان انا عايز اكون احسن من رمضان اللي فات. حلو يا باشا، ما هي دي بقى ان احنا كل انسان يبدا يقارن ما بين رمضان ورمضان. والنقطة الأهم كمان بعد ما نعدي رمضان، إحنا محتاجين اليومين دول ندعي ربنا يثبتنا بعد رمضان. طبعًا. ما نبقاش يا شباب قاعدين النهاردة بنفكر إحنا يوم الوقفة هنعمل إيه؟ وقاعدين بنجهز للمعاصي اللي هنعملها، خلي بالك. في الجوامع كده. خلي بالك من الحاجات اللي تعرف أنت اتقابلت في رمضان ولا لأ، أنت شوف بعد رمضان أنت أخبارك إيه؟ أول حاجة أول ما الشيطان يتفك هتبقى أنت من جنوده. هتبقى أول ما رمضان ينتهي أنت هتقول ربنا أنا بعصاك يا رب. هتبقى من الناس دي ولا هتتحمل؟ عشان كده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام ان اللي بيتبع شهر رمضان بصيام 6 من شوال كأنك صمت السنة كلها، بس مش اول يوم العيد طبعا. فانت النهاردة والسنة انك بتعدي اول يوم العيد وتقوم ايه جايبهم. ليه جايبهم بقى على طول من تاني يوم في شوال؟ علشان همتك لسه موجودة. يعني احيانا انا من الناس دي. شوف احنا من يعني بحب قوي اشوف ان احنا ايه، احنا بنتكلم، احنا ما بنتكلمش من فوق برج. فانا في مره قلت ايه، طب ما خلاص، ما هو ما احنا ممكن ما نجيبش الستة ورا بعض ونجيبهم متفرقين. انت عارف انا اخر يوم في الستة جايبه امتى؟ اخر يوم في شوال. انت واخد بالك اللي هو ايه، هتلاقي نفسك ايه، طب خلاص هجيب الاثنين الجاي، لا الخميس الجاي، خلي الهمة عالية. فاللي هو ايه، نصيحة عن تجربة يعني، عايز تجيب الستة هات من 2 شوال، خلص الستة مع بعض. انت لسه واخد على صيام رمضان، فهات من 2 ل 8 خلصنا، كانك صمت الظهر كله العام كله. فلما تيجي تعمل كده الثبات، الثبات انك انت تبقى طالع من رمضان في عباده معاك. لكن النهارده صعب قوي ان ربنا لما ينظر الينا في العيد واحنا نازلين نصلي العيد ونلبي ونفرح ونبقى سعداء ومن يعظم شعائر الله، فاحنا فرحانين قوي بعيد الفطر ونازلين نفطر ونازلين نصلي العيد، ما ينفعش ان ربنا يطلع علينا في معصيه طبعا، او ذنب، او ولد بيشتم التاني، او مش عارف يعني يا جماعه احنا 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 نفسنا ان ربنا اللي طالع علينا يبقى مبسوط بينا. وكان شهر تاهيل ال 12 شهر انا بشوفه شهر تاهيل للحياه. الله الله، هو تأهيل. تدريب. تدريب، بنربي نفسنا، بنعود نفسنا على الحاجه الطيبه. ربنا على فكره كانك بيقام عليك الحجه، يعني اللي هو ايه، طب ما انت بطلت 30 يوم تعمل كذا، طب ما انت صمت وما اكلتش وشربت. فالنهارده محدش يقول لي اصلا مش قادر ابطل التدخين، يا عم انت بطلت طول نهار رمضان. يعني كان من الحاجات اللي ممكن الواحد يصعب عليك فيها انه مثلا ايه، ممكن يعني معلش هي قدرات وفي شخص هو واخد على كده، فاول ما الاذان ياذن بيفطر مثلا على سجاره، خلاص قدر الله ما شاء فعل. بس ادعي ان ربنا يعافيك من الابتلاء ده طبعا، وادعي ربنا ان ربنا كريم، لانه هو انت قعدت من الفجر لحد المغرب 30 يوم، يعني انت قادر، انت قوي ان شاء الله، وربنا يعينك وربنا يقويك. سيبها، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. انت متخيل واحد لما يطلع يقول لربنا ايه، انا في رمضان 2023 انا سبت التدخين ليك من اجلك يا رب. ايه ده، تخيل ربنا يحبه ازاي، لانها حاجه على فكره حاجه حلوه جدا ليه. يعني ممكن مثلا يوسف مش بيحب السيجاره، فاللي هو مش فارقه يعني، فاللي هو لكن في واحد هو حاببها قوي، هو ده بقى اللي بيميز، ده المتميز يا شريف اللي بقول لك عليه. صح، هو شخص بيحب حاجه فهو سابها علشان ربنا بجد، مش سابها علشان حد تاني. ثوابها كبير قوي عند ربنا طبعا. علاقه حرام ومستمرين طول رمضان، فنيجي ايه ده احنا ما بقاش الا ليلتين، لا احنا لازم نوقف العلاقه دي، لان العلاقه دي احنا عارفين ان هي حرام، فاحنا لازم نوقفها لحد ما ربنا يكرمنا وتبقى في الطريق الصح. تخيل ربنا يبص للولاد والبنت دول ازاي، نظره رضا، نظره حب، فيقول الله يحبهم طبعا. فلما يحبهم يرضيهم ويرضى عنهم، ماشيين في الدنيا مالكين سعاده الدنيا وما فيها. انا دايما بقول ان في فرحه اللي ما حسش بيها فايته حاجات كتير قوي. فرحة انك انت تحس انك عايش في معية ربنا، وعايش في معية ربنا دي يعني الدنيا مش وردية، لا ده انت ممكن يحصل لك ابتلاءات تكسرك طبعا، لكن انت بتترجم الابتلاء الفهم عن ربنا، انك انت بتفهم رسالة ربنا ليك وتبدأ تشتغل عليها وتتعلم منها. فانت ربنا يبتليك، يبتليك لهدف. شريف عنده الحتة دي، يبتليه في الحتة دي فيخليك طالع من الحتة دي اقوى مليون الف مرة وافضل. فتيجي تبص لنفسك، هو ده كان شريف السنة اللي فاتت؟ طب هو ايه السبب؟ طب ده كان شريف من 4 سنين بالظبط، ده اللي سأله لك في الموضوع ده. طب ايه السبب؟ ده انا من 4 سنين ضعفت قدام فتنه، بس ربنا ابتلاني، ربنا قرص ودني على مدار سنين طويله، فانت قعدت تتعلم فتركت حاجه لله، فربنا ايه سنه بسنه يرفع عنك الابتلاءات، يقوم رزقك فرحه، تبقى ماشي عايز تقول للناس يا جماعه انا فرحان قوي،
يا جماعه انا مبسوط قوي. انت على فكره مفيش حل مادي حصل لك، يعني مفيش حل ملموس، انت الحل كله فين؟ قلبك. انت ماشي في معايا ربنا، انت حاسس انك انت محمي بربنا. الاحساس ده لا يقدر بمليارات الدولارات مش الجنيهات. فانت النهارده لما تيجي تقعد تفكر في كده، طب في اجمل من كده ايه؟ واحد يقول لك يا عم الكلام ده كلام دروشه ومفيش الكلام ده، مش عايز اقول جرب، بس يا عم جرب امشي شويه. بص يا يوسف هقول لك حاجه، يلا بينا. انت كل حاجه بتقولها النهارده واحنا قاعدين بتشاور هنا، كل حاجه في الشغل يقول لك ايه فكر، كل حاجه في امتحان في دراسه كله يشاور هنا، فهي كل حاجه هنا، كل حاجه بتبدا من هنا، كل حاجه بتبدا من العقل، حتى في الرياضه، حتى في الناس اللي بتاكل كتير وعايزه تخس. اي صح. دكتور هتروح لكل حاجه هيقول لك ايه اهم حاجه قبل ما اعالجك بالدواء انا هعالجك من هنا. صحيح. انت نفسيا هتكون عامل ازاي، انا ازاي اقدر اهلك وتبقى ذهنيا فاهم الصح وعارف وقادر انك تتحرك. فهو ده مبدا انا ماشي بيه دايما. صح صح صح. في الحياه. ويمكن الفضل يرجع لوالدتي في حته زي دي، ان هي دايما تقول لي لا حط جوه عقلك انك هتقدر، حط جوه عقلك من وانا صغير. فده يمكن يكون انا عرفته بقى ايه على قبر، لما بقيت اركز في شرح الناس، وانت شرحك دلوقتي برضه انت عمال تعمل كده. فكل حاجه في الحياه هي كلها جايه من هنا، علاقتك بربنا من هنا. تبص حواليك الناس اللي مش مؤمنه او الناس اللي بتشكك في حاجات غريبه جدا، هنا بص للطير، بص للحيوان، بص للنبات، بص للبني ادم، او حاجه بسيطه كده شوف طبعا البني ادم جسمه مخلوق ازاي. الله. تفاصيل صح. صغيره. يمكن انا في بدايه الحلقه دي قلت احنا مش بندعي الفضيله، ده احنا بنجتهد طبعا، ده احنا يعني بنغلط كتير وبنعمل حاجات كتير، لكن احنا بنجتهد وبنحاول لما بنلاقي فرصه فعلا بنمسك فيها لعل وعسى تكون هي دي يعني طوق النجاه يوم من قبل وجه كريم يعني. الله الله. احنا دينا العلم، اقرا اول ايه واول كلمه اقرا. ففعلا احنا لازم نبقى فخورين بده، لكن في تفصيله لازم الانسان يبدا يقعد يفكر فيها كل شويه، اللي هو ايه؟ اللي هو ما تنساش انت موجود في الدنيا ليه؟ عارف احنا مشكلتنا في ايش؟ ان احنا بننسى. صح. يعني بننسى ليه؟ يا حبيبي هو ربنا خلقنا في الدنيا علشان خاطر شويه مراحل هنمر بيها، ومش دي الحياه خالص، ده مش موجوده اصلا، ده احنا 60 70 سنه. والله كعابر السبيل، دخل من باب وخرج من يعني واحد باب دخل من باب خرج من باب تاني، كعابر السبيل، هي دي الدنيا. فاللي هو الدنيا اللي هنعيشها عمر امه النبي صلى الله عليه وسلم 60 70 80 سنه، وقليل اللي بيتجاوز. فاحنا اعمارنا كلها 60 70 سنه، في يوم من الاخره ساعه جايين نتعرف على بعض، احنا نسينا وبنتوه عن ان احنا اصلا موجودين ليه. فلما الانسان يبقى مركز انا موجود ليه والغايه من وجودي في الدنيا، هو هيبقى ماشي اصلا وهيبقى فاهم هو بيعمل كده ليه. يعني النهارده اجمل حاجه يا شيف وانت بتقول ايه؟ العقل. تخيل واحد ساجد لربنا بكره قبل المغرب وهو يقينا ربنا غفر ليه، طب والله هيغفر ليه. خلي واحد يبقى في كل عقله الباطن انا هدعي ربنا السنه دي ان ربنا هيرزقني شغل، او ربنا هيرزقني فلوس، او ربنا هيرزقني زوجه صالحه، او هيرزقني زوج صالح، وهقعد ادعي او هتقعد تدعي بيقين وجواها ان ربنا هيستجيب. والله هيستجيب، انا عندي حسن ظن عبدي بيه. فلما الانسان يقعد ويفتكر هو موجود ليه في الدنيا، وشهر رمضان ليه؟ ما شهر رمضان مش عشان نفضل نصلي ونصوم، شهر رمضان عشان نطلع من شهر رمضان اخلاقنا طيبه قوي، بنعمل بعض كويس، بنحب بعض، عندنا امانه، عندنا صدق، عارفين يعني ايه التقوى، عارفين يعني ايه مش كل كلمه تتقال، عارفين مش كل حاجه احنا حابينها تبقى حلال، فلازم ان احنا نتقي ربنا جدا ونشوف ده صح ولا غلط، هو ده الغايه من شهر رمضان. فلما تبقى طالعين اخر ليله في ده تبقى افضل حاجه في الدنيا. عشان كده بنوصي كل احبابنا خلاص، هما ليلتين، ليله 29 دي اخر ربع ساعه، الربع ساعه الذهبيه، اقعد قبل الفجر ادعي شويه، وقبل المغرب بربع ساعه اقعد بقى وادعي، وعودي وادعي كل اللي نفسك فيه، والله ان شاء الله يقينا ربنا يستجيب. بس بنوصي كل احبابنا بالصيام بقى السته من شوال ان شاء الله، كاننا صمنا السنه كلها. امين يا رب العالمين. كل سنه وانت طيب. كالعاده حبيبي. استمتعت جدا معاك، وكده ربنا قدرنا دايما من خلالك ان احنا يعني نأدي دورنا كده في الحياه يعني بتوصيل المعلومه مع يعني بعض. اسلم طيران. الله يحفظك. ان شاء الله. طيب يا جماعه كده وصلنا معاكم لاخر حلقتنا، وقبل ما اختم معاكم يا جماعه يعني كده ايه برضو اللي ما يستغلش يعني ال 26 يوم او ال 27 يوم من
رمضان لسه في ايام قليله، ويمكن دايما باب ربنا مفتوح لكل شيء، بس انت روح لربنا واسجد وقول له اللي انت يعني نفسك فيه، وان شاء الله ربنا كده يتقبل مننا جميعا صالح الاعمال والاجتهاد اللي احنا بنحاول طبعا نعمله اتجاه ربنا سبحانه وتعالى. كده نكون وصلنا لاخر فقرتنا معاكم، وهنشوفكم بكره في نفس الميعاد في برنامج انبوكس على صدى البلد. سلام.